الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تحاول التخفيف من عبء زيادة ارتفاع الأسعار عن المواطنين. مصر والأردن والعراق تتفق على استمرار التنسيق لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا العربية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير بكل حيادية وتجرد لانتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية. وكان في استقبال سيادتي بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها وصولاً لكشف الهيئة. وقد ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة. وشدد سيادته عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، حيث تمنى سيادته للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد والتي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الأول من عام 2023. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن العام الماضي تم جذب 9 مليارات دولار كاستثمار مباشر لأول مرة منذ 15 عاما. احنا السنة اللي فاتت نجحنا في جذب حوالي 9 مليار دولار استثمارات مباشرة، وده يمكن اعلى رقم نحققه من حوالي نقدر نقول 15 سنة. ومع ذلك هذا الرقم رقم احنا مش هو ده الهدف على الاطلاق، احنا عايزين نضاعف هذه الارقام
ويمكن عشان كده يعني انا كنا شكلنا مجلس الوزراء وحده لحل مشاكل المستثمرين بتخضع مباشره لاشراف رئيس الوزراء وبتتابع حل المشاكل اللي المستثمرين بيتقدموا فيها وبنشوف المشاكل بتاعتهم ونحلها باسرع وقت ممكن. والحمد لله هذه الوحده الحقيقه بتشتغل بصوره جيده جدا. الموضوع الاخر اللي احنا يمكن كان سياده الرئيس وجه بتفعيله بصوره اسرع كبير ويتحط له اليه تمكن وتشجع القطاع الخاص، وده اللي يمكن كان سياده الرئيس وجه بيه في الاحتفاليه بمرور 100 عام على انشاء اتحاد الصناعات، كان التفعيل والاسراع بموضوع الرخصه الذهبيه. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الاسبوعي، اكد رئيس مجلس الوزراء ان هناك خططا مدروسه للتعامل مع تلك التحديات، واضاف مدبولي ان اكبر تحدي يواجه الحكومه حاليا هو توفير موارد من العمله الصعبه. إن طبعا التحدي الأكبر ولا يخفى على حضراتكم جميعا هو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة، وده اللي الحقيقة الحكومة النهاردة شغالة على هذا الموضوع بالتنسيق مع كل الجهات، مع البنك المركزي، مع كل الوزارات، على أساس هناك خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة في خلال الفترة الجاية. لأن طبعا إحنا نعي تماما الفترة الاستثنائية اللي إحنا موجودة، وبنتابع على مدار اليوم كحكومة ايه الصعوبات اللي موجوده وازاي ان احنا نذللها، والخطه اللي موجوده النهارده وموضوعه محطوطه لغايه 30/6 بصوره مبدئيه كخطه عاجله 30/6/23 يعني بنهايه العام المالي الحالي، وايضا طبعا على المدى المتوسط للسنتين ثلاثه القادمين. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بإمكاناتها تحاول التخفيف من عبء زيادة ارتفاع الأسعار، وأوضح مدبولي أن الحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التي تحتاج إلى دعم. بالتأكيد إحنا عارفين كويس قوي ونعي أن هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن الدولة المصرية بتحاول بقدر إمكانياتها وقدراتها المادية والقدرات اللوجستية إن إحنا نخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن المصري. وحدي لحضراتكم على سبيل المثال، يعني إحنا يمكن التضخم إحنا عم نتابع الأرقام طبعاً وبنشوف الزيادات اللي بتحصل، لكن أنا عايز أقول لحضراتكم من غير التدخلات اللي عملتها الدولة في موضوع إتاحة زيادة أرقام على بطاقات التموين عشان يستفيد منها فئات محددة من اللي احنا بنقول ان هم دول اللي يعني اكثر تأثرا بالازمة اللي موجودة، من غير الاجراءات اللي اتعملت لزيادة المرتبات وزيادة الحد الادنى، والاهم عدم زيادة اسعار المرافق الرئيسية في خلال الفترة دي سواء الكهرباء او حتى بعض الحاجات الاخرى اللي احنا يعني اوقفنا الزيادات بتاعتها واعلنا ان احنا مش هنزودها لغاية 30/6، لولا هذه الاجراءات كانت الأسعار ممكن كانت تروح في حتة تانية خالص زي ما بيحصل في كل الدول اللي انتوا حضراتكم أكيد بتتابعوها. فإحنا بقدر الإمكان كدولة، لأن خدوا بال حضراتكم الدعم اللي بتقدمه الدولة ما هو ده على عاتق الموازنة بتاعتنا وعلى عاتق قدراتنا المالية. ويمكن أنا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الموضوع أكثر من مرة وقلنا عشان برضو ما نقدرش إن إحنا نتحمل أكثر من اللي احنا حاطينه في إطار الموازنة، عندنا احتياطيات بتصل إلى حوالي 130 مليار بقينا موجهينها بالكامل لاستيعاب جزء من الآثار السلبية اللي نتيجة للأزمة العالمية. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنواع السلع بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية، وذلك في محاولة من الحكومة للتخفيف قدر الإمكان من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية رغم ما تتكلفه الدولة من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها. كما تطرق مدبولي أيضا للزيارة التفقدية للرئيس السيسي لمقر أكاديمية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في التأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية في اختيار الطلاب. كما كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتنظيم برامج لسكان وحدات بديل العشوائيات من برامج اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية بما يسهم في تكوين وبناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة خطة تطوير جزيرة الوراق. وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضا استمرار جهود الحكومة لتطوير جزيرة الوراق ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما يسهم في تعزيز الميزة النسبية والقيمة الاقتصادية لهذا الموقع المميز وأيضا تحسين ظروف الحياة لقاطني الجزيرة. كما وجه بسرعة صرف التعويضات للمستحقين وكذلك سرعة تأسيس الوحدات البديلة التي تولت وزارة الإسكان تنفيذها، كما يضمن انتقال مستحقيها في أقرب وقت. كما وجه مدبولي لصندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما يتم تأجير المحال والأسواق والمناطق التجارية بمشروع معا بديل العشوائيات كأنشطة اقتصادية لسكان هذه المناطق. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار مدبولي عقب توقيع مذكرات التفاهم مع ممثلي وممثلي التحالفات والشركات العالمية والمحلية إلى جهود الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية خاصة في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والسعي نحو وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل مدفوعا بدعم القيادة السياسية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. كما شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوقيع على بروتوكول التعاون الثنائي في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما للتأكد من وصول الدعم المستحقين بأشكاله المختلفة، سواء الدعم السلعي أو النقدي أو السكني، وعدم الازدواجية، وتسهيل عملية الرقابة والتوزيع وآليات التنفيذ من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الحماية الاجتماعية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى الجدي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء اطلع رئيس الوزراء على نتائج زيارة وزيرة الهجرة إلى السعودية ولقاءاتها مع المسؤولين السعوديين وأبناء الجالية المصرية هناك التي أكدت خلالها اهتمام الدولة بمختلف أجهزتها برعاية أبنائها بالخارج والعمل على تذليل أي صعوبات من الممكن أن تواجههم. رغم ما شهده العالم من تحديات طالت أعطى الأنظمة الاقتصادية، نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام تلك التحديات بصلابة ومرونة أشادت بها المؤسسات الدولية والإقليمية. وفي هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء جهود دعم الاقتصاد المصري وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وذلك ردا على بعض الادعاءات التي تشكك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري وأدائه. We'll be right back.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 896 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 158 طنا، كما تم ضبط 57 طنا أسمنت وحديد تسليح. وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، وفي مجال حجب الأرز الشعير الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، تم ضبط قرابة 636 طنا، كما تم ضبط قرابة 103 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 925 قضية، من بينها 226 قضية خبز ناقص الوزن و254 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع، شاركت الوزارة القادرين باختلاف في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالات لهم وتقديم مزيد من التيسيرات بكافة المواقع الشرطية. ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءاً لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أولت وزارة الداخلية اهتماما خاصا للقادرون باختلاف، واتساقا مع هذا التوجه الإنساني للوزارة في دعم هذه الفئة، حرصت على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يواكب الثالث من ديسمبر من كل عام، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات للاحتفاء بهم ومعهم. نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. فقد نظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة إلى عدد من دور رعاية الأيتام ذوي الإعاقة، وتم إهداء الأطفال نزلاء هذه الدور هدايا عينية أدخلت البهجة في نفوسهم ورسمت الفرحة على وجوههم، وتم الإشادة بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لهم، والذي لا يقتصر على المناسبات فقط بل يمتد طوال العام. دايما على مدار السنة، مش في اليوم العالمي بس، بيبقى فيه احتفاليات بالأيام العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الذهنية أو المكفوفين، بيقدموا دايما مفاجآت وتيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة. عايز أكد على دور وزارة الداخلية مع المدارس والأطفال وكل، يعني مش بس الشرائح اللي هي بلغت من العمر مبلغا، يعني لا، كمان الزيارات الميدانية للمدارس ويعني توزيع الهدايا والعصا البيضاء، يعني فعلا بنحس إن احنا حد من أهلنا بيطبطب علينا وبيحنوا علينا. وتواصل الاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم احتفالات لهم بأندية الشرطة على مستوى الجمهورية، تضمنت عروضا ترفيهية وموسيقية وكذا إبراز مواهبهم الفنية المتنوعة. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود، أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها وتاني. بنشكر وزارة الداخلية إن هي أتاحت لنا الفرصة إن احنا نحضر الحفلة الجميلة دي النهاردة. أولادنا اتبسطوا جدا بالاحتفالية. أنا اتبسطت مع الضباط وكان أحلى يوم في حياتي ونفسي أقابلهم تاني. أنا النهاردة سعدت جدا باليوم الجميل ده، وأنا بشكر عليه وزارة الداخلية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا النهاردة كان يوم جميل والشرطة كانوا قاعدين معانا وكانوا بيدونا هدايا. شكرا للناس، أحبها أوي أوي، يخليك يا رب. افتح سيسي، تحية بس، تحية مصر، تحية سيسي، تحية ولا بي. كما تضمنت رحلات نيلية وتم توزيع هدايا عينية متنوعة عليهم. عندي أمل فيكم وبيكم
نبني عزيمة وعمل. الرحلة النيلية كانت مميزة جدا، من الأماكن الحلوة اللي احنا شفناها والمناظر الطبيعية، بالإضافة لمشاركة السادة الضباط معانا في الاحتفالية وفرحوهم جدا جدا جدا. بمتعود شفت مامتهم مع بعض وكلم مع بعض وطوع مع بعض. عايزين نشكرهم ونقول لهم كتر خيرهم وكتر خير المنظمين للرحلة أو الحفل اللي عاملينه اليوم. وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم مزيد من التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أتاحت الوزارة استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لهم بالمجان ولمدة أسبوع. نشكر وزارة الداخلية على الخدمات التي يتم تقديمها لأبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال استخراج الأوراق الثبوتية لهم بالمجان. كما يقوم قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان ولمدة أسبوع. هذه الاحتفالات تأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتحقيق التواصل مع القادرون باختلاف، التي تحرص القيادة السياسية على توفير الدعم والمساندة لهم. تستمر وزارة الداخلية في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المواقع الشرطية من خلال تيسير إجراءات حصولهم على كافة الأوراق الثبوتية، وأيضاً مشاركتهم الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتقديم هدايا عينية لهم ودعمهم ومساندتهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد البيان الختامي لاجتماع آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن التي استضافتها عمان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن حل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية بما يحقق استقرار المنطقة. وأوضح بيان مشترك للدول الثلاث أن وزراء الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين ناقشوا مجالات التعاون المختلفة، وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم من اتفاق عليه مسبقا. هذا واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرية للقمة الرابعة التي سوف تستضيفها مصر في إطار آليات التعاون الثلاثي العام القادم. وفي مؤتمر صحفي ثلاثي وعقب المحادثات التي جرت في عمان، وجه وزير الخارجية سامح شكري الشكر العميق للعراق والأردن على ما تلقاه مصر من دعم وتأييد قوي لأمنها المائي. وقال شكري إن تلك المواقف تؤكد التضامن والإدراك الكامل لما تشكله القضية من أهمية للشعب المصري. بالشكر العميق لكل من العراق والأردن على ما نلقاه من دعم وتأييد قوي للأمن المائي المصري. هذه مواقف ثابتة، مواقف نعتز بها، مواقف مؤكدة للتضامن والإدراك الكامل لما تشكله هذه القضية من أهمية بالنسبة للشعب المصري. من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن مصر والعراق والأردن تعمل على تعزيز قدراتها لمواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية. كما أكد الصفدي أن الدول الثلاث مستمرة لمزيد من التعاون والتنسيق لتكون نموذجا للعمل العربي المشترك. اجتمعنا اليوم في إطار عملنا المستمر لتفعيل آلية التعاون الثلاثية التي انطلقت أساسا للبناء على ما يجمع بلادنا من تاريخ مشترك ومصالح مشتركة، وبهدف أن نعمل بشكل عملي منتج لزيادة التعاون بما ينعكس خيرا على بلادنا وعلى منطقتنا بشكل عام، وعبر منهجية عملية تحقق التكامل الاقتصادي وتعطي الفرص على قاعدة من النفع المشترك، وبما ينعكس أيضا على سعينا المشترك زيادة التعاون الإقليمي.
وفي المؤتمر الصحفي الثلاثي المشترك أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين أن بلاده تعاني من التدخلات الخارجية، وأوضح حسين أن الاجتماع الوزاري الثلاثي مع نظيريه المصري والأردني ركز على الحفاظ على سيادة العراق ووحدته ودعمه فيما يعانيه من أزمات. هناك تحديات كبيرة تواجهنا كما ذكر، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي، أمن الدوائي، أمن الطاقة. هذه تحديات لأنها تحديات كبيرة وتتخطى الحدود الوطنية، نحتاج إلى علاقات إقليمية ودولية لكي نواجه هذه التحديات. درسنا هذه المسائل وسوف يتم عقد اجتماعات قادمة سواء في بغداد أو في أماكن أخرى، ونتطلع إلى القمة الثلاثية في القاهرة. السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. الرئيس الروسي يستبعد إجراء عملية تعبئة إضافية للجنود في أوكرانيا في الوقت الحالي. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بالصين. تتضمن الزيارة حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية. بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء عملية للتعبئة أو إضافية للجنود في الوقت الحالي. وأوضح الرئيس الروسي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تمتد لفترة طويلة، كما أضاف الرئيس الروسي أن نحو 150 ألف جندي احتياطي روسي منتشرون في أوكرانيا في إطار عملياتها العسكرية هناك. В зоне проведения операции 150 тысяч, то есть половина. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن أوروبا وواشنطن رفضتا مقترحات روسيا حول الضمانات الأمنية في نهاية 2021. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى دولي في موسكو، حيث أكد لافروف أن الناتو ينتهك التزاماته بحيث التزامات المجلس الأمن والتعاون في أوروبا وينتشر في المحيطين الهندي والهادئ، لافتا إلى أن الناتو تخلى عن النهج الدفاعي مع توسعه في 5 أضعاف، مؤكدا أن أوكرانيا أصبحت ذراعا للغرب وأرضا مناوئة لروسيا بسبب الناتو. اقترحنا بتوقيع اتفاقية حول الأمن الأوروبي، ولكن تم رفض ذلك بشكل غير مهذب حتى، ومع ذلك استمرينا بمحاولة الحصول على ردود بشأن الأمن الأوروبي، وقالوا لنا أن فكرة العقود الملزمة قانونيا يمكن أن لا تستمر، لأن الضمانات الأمنية يمكن تقديمها فقط لأعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، وهذا كان في منتصف السنوات العشر من الألفية الجديدة. التزامات ونهج حلف شمال الأطلسي أصبح اليوم ليس فقط في أوروبا، وإنما هناك مناهج جديدة وهي مسؤولية الناتو التي تنتشر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
تعتزم بيلاروسيا نقل معدات وقوات عسكرية فيما قالت إنها تدريبات لمكافحة الإرهاب. يأتي ذلك وسط مخاوف من أن تشن روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا انطلاقا من أراضي حليفتها. وصرح مجلس الأمن في بيلاروسيا أنه خلال هذه الفترة من المقرر نقل معدات عسكرية وأفراد من قوات الأمن الوطني، وأضاف أنه سيتم تقييد حركة المواطنين على طول بعض الطرق العامة والمناطق، وسيجرى التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب. قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أنه تم إرسال 31 طنا مشبوها إلى سفارات وقنصليات أوكرانيا في 15 دولة. وأشار كوليبا إلى أن حملة الإرهاب ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين غير مسبوقة، ليس فقط في سياق أوكرانيا ولكن أيضا على مستوى العالم. وشدد الوزير على أن السفارات والقنصليات الأوكرانية تعمل في وضع أمني مشدد منذ أسبوع بالفعل. تراجع مؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى له في 4 أسابيع مقتنيا حركة بيع شهدتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت، إلا أن مكاسب أسهم قطاع السيارات ساعدت في الحد من الخسائر. وأغلق نيكي على تراجع بنسبة 72%، وألقى التراجع في أسعار النفط الخام بثقله على أسهم شركات الطاقة، مما جعلها الأسوأ في الأداء بين مؤشرات الفرعية على نيكي بتراجع بنسبة 1.29%. كما كان مؤشر التكنولوجيا من أكبر الخاسرين بهبوط بنسبة 72%، وأنهى المؤشر توباكس الأوسع نطاقا التداولات على تراجع بنسبة 1%. أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 آلاف مليار دولار في عام 2021. جاء ذلك في تقرير البنك الدولي السنوي حول الديون. في تقريره السنوي حول الديون، أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 آلاف مليار دولار في عام 2021. ووفقاً للمؤسسة الدولية، فإن حوالي 60% من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلاً، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها. ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقراً أنها تنفق حالياً أكثر من 10% من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة. وفي العام الحالي، فإن البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي عليها أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار على أن يخصص ثلث هذا المبلغ للصين، مع تغير تركيبة دائن البلدان النامية بشكل كبير. الديون كانت حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس الذي يشترك فيه حوالي 20 دولة، منها مجموعة السبع وروسيا، بينما أصبحت الديون حاليا بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص وبنسبة 61%. هذا ويؤدي تعدد الجهات الدائنة إلى زيادة التكاليف الاقتراضية للبلدان المعنية، ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان هو الحال مؤخرا في سريلانكا، مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية. وهناك مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون لا سيما بين الدول، والتي غالبا ما تكون غير كاملة لغياب الشفافية، وهو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة كبيرة.
أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكي انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البترول ونواتج التقطير. وقالت مصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنسبة 3.6 مليون برميل. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية. تتضمن الندوة عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات. وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة بشكل عام والطلاب على وجه الخصوص، والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا. الهدف من هذه اللقاءات هو تجميع الآراء أكثر من أن يتم الرد عليها. إحنا النهاردة الهدف أن إحنا نجمع هذه الآراء والأفكار ويتم وصولها إلى أمانة الحوار الوطني عشان يتم طرحها ويؤخذ منها ما هو قابل للتطبيق بالفعل وتضمينه في الحوار الوطني لوضعه تحت طاولة أو على طاولة النقاش. النهاردة محافظة بني سويف بتستقبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة من الحوارات والجلسات النقاشية وورش العمل اللي بتقوم بها التنسيقية، واللي تقدر النهاردة أو نقدر نحسبها حوالي 300 ورشة ما بين جلسة وورشة عمل وصالون سياسي وفعاليات على مستوى كل الأصعدة، سواء على مستوى الجلسات الحوارية المباشرة مع المواطنين على مستوى القرى أو على مستوى المدن. والنهاردة داخل جامعة بني سويف، وبنتشرف وقلنا النهاردة داخل محافظة بني سويف، بنتكلم النهاردة حوالين كل الموضوعات. بنسمع أولا للطلاب وطلاب الجامعة وأمالهم وطموحاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم اللي يحبوا يقدموها للحوار الوطني، تمكين الشباب ومشاركتهم وتمكين كل فئات الشعب المصري بدون استقصاء أو التمييز أو استثناء. ده يدل على أن الدولة يعني متطلباتها أن كل فئات الشعب المصري تبقى مشاركة في الحوار عشان يبقى فيه تمثيل وفي اقتراحات شاملة لكل الفئات وتتصعد وتتعرض في بداية الحوار الوطني في يناير القادم إن شاء الله تعالى. الطلاب المصريين عندهم قدر من الثقافة والمعرفة والمشاركة الإيجابية في أي حوار سياسي بتدعو عليه الدولة المصرية، ونحن جئنا إلى عندهم إلى حتى نستمع إلى آرائهم، لأننا نعتقد أن الحوار الوطني هو حوار شعبي، هو حوار ليس فقط بين النخب بل بالعكس كل شركاء الوطن لابد أن نستمع لهم، الشباب والطلاب والمرأة والنقابيين والسياسيين والمعارضين ومن كل الأطياف السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار. سعيد بالتطوير اللي حصل في بني سويف، سعيد بالتطوير اللي حصل في جامعة بني سويف، وأتمنى دايما أن بني سويف في تطور وتقدم. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقالها فترة بتفعل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمغزى الرئيسي من الحوار الوطني أنه هو حوار لكل المصريين، جايين عشان نتأكد هل الشباب والطلبة عارفين يعني إيه حوار وطني ولا لا، فاهمين إحنا بنعمل إيه ولا لا. مهم قوي ان هم يتفاعلوا معانا ويشاركوا معانا، مهم ان احنا نسمع لاتحادات الطلاب، مهم ان احنا نسمع رؤيتهم. المستقبل مهم جدا ان هم يرسموه بالافكار والرؤى بتاعتهم. نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة للحوار المجتمعي بقرى جرزة بمركز العياط في محافظة الجيزة، وذلك استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور الحوار المجتمعي في رصد كافة الاحتياجات للقرى، ثم استعراض كافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص، وتوضيح كافة تدخلات المبادرة لتحسين واقع القرى وتوفير احتياجات المواطنين.
نفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة فعاليات مبادرة انت الحياة بالأخضر في محافظة المنيا والتي استمرت 6 أيام. تنوعت الفعاليات ما بين أنشطة توعوية وثقافية وقوافل بيطرية شاملة، وكذلك ورشة عمل بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنيا للسيدات المعيلة لتدريب على الصناعات المنزلية وندوات التوعية وإرشاد زراعي. وقد لقت فعاليات القوافل حضورا ومشاركة واسعة. انتهت مؤسسة حياة كريمة من أعمال إحلال وتجديد منزلين بقريتي ديروط الشريف ومسار بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة منزل أمل إبراهيم عيد بقرية ديروط الشريف الآيل للسقوط، والذي تولت حياة كريمة رفع كفاءته وتحديثه. وتحملت المؤسسة تكاليف هدم وإعادة بناء تلك المنازل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي حمل على عاتقه مسؤولية تغيير حياة الملايين من المصريين من خلال مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة دريت جت قامت بالبيت وبالمباني وبالكل الحاجات الملزمة في البيت، سيراميك، بيبان، شبابيك، سباكة، بلاط، يعني قاموا معنا بكل اللي يقدر عليه وساعدونا وفيهم ألف بركة. ومشكرين لحياة كريمة ومشكرين لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنزل اللي ورانا هنا ده كان مبني بس كان يفتقر لجميع الخدمات والتشطيبات الأساسية، يعني المبنى كان على الطوب الأحمر، ما كانش فيه حمام كويس، ما كانش فيه مطبخ كويس، التشطيبات الكاملة لا محارة ولا دهانات ولا سيراميك. طبعا رصدنا الموضوع كمؤسسة حياة كريمة بشكل عاجل، اشتغلنا عليه في خلال تقريبا 3 أسابيع أو نقدر نقول شهر. احنا أنهينا كل التشطيبات الأساسية الخاصة بالمنزل اللي ورانا هنا، عملنا المحارة، عملنا الدهانات الخارجية والدهانات الداخلية، عملنا دورة المية بشكل كويس جدا. شفنا المنظر يعني غير صالح للاستخدام الآدمي. تواصلنا بقى مع باقي المسؤولين وكده، جه المقاول بص على ايه اللي محتاجه، اشتغلنا سيراميك ودهانات وكهرباء ونقاشه، وان شاء الله يعني النهارده تسليم البيت ده للسيده دي ومبارك عليها ان شاء الله. استلمنا البيت على الطوب الاحمر، كان بيفتقر لكل الموارد، يعني كان محتاج يعتبر بناء او ترميم. اشتغلنا عليه، بدأنا ان احنا اخذنا التعليمات الاول من المؤسسه، بعد كده بدأنا توجهنا احنا واعضاء الفريق، نزلنا البيت وشفنا البيت وعملنا معاينات، بعد كده بدأنا نشتغل عليه. طبعا احنا وفرنا كل الموارد، دخلنا كل الموارد للبيت. الان موعدنا مع الوقفه الاقتصاديه لنشرة السادسه مع ليلى عمر. اليك ليلى. شكرا اميره وادا، ونتابع اهم واخر الانباء الاقتصاديه. استضافت القاهرة الاجتماع 8 لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، والذي شهد تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة للمنتدى خلال عام 2023 من قبرص التي تترأس النسخة الحالية للمنظمة هذا العام. تناول الاجتماع إنجازات المنتدى خلال العام الجاري، ومن بينها الانتهاء من إعداد وإقرار استراتيجية المنتدى طويلة الأمد التي تتضمن وضع خطة لتحقيق أهداف المنتدى، التي تتضمن تنسيق التعاون في الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء وتعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز، والتي جاءت على رأس أولويات مشاركة المنتدى في فعاليات يوم خفض الانبعاثات والذي عقد للمرة الأولى خلال قمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ. ووافق الاجتماع الوزاري على تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية والفنية التي اقترحتها قبرص لحشد المعرفة والخبرات المتاحة بالمؤسسات، لا سيما في مجال إزالة الكربون من قطاع الطاقة والتخفيف من تداعيات تغير المناخ. يبقى الهدف بتاعنا الأساسي هو تأمين الإمدادات، وتأمين الإمدادات لبلادنا الأول، أسواقنا المحلية، ولما تبقى أسواقنا تبقى متشبعة بالغاز وعندها اكتفاء للسوق المحلي بتاعها نبتدي نصدر. ولذلك احنا بنقول ان في
اكتشافات موجودة وفي مخزونات متوقعة وفي احتياطيات متوقعة. طيب ايه الهدف؟ الهدف ان احنا نتعاون مع بعض عشان نعجل من تنمية هذه الاكتشافات والاتيان بيها بسرعة علشان نقدر بقى خلاص مثلا حققنا الكفاءة الذاتية في بلادنا نبتدي نزود بقى مواردنا بالتصدير، فيبقى من خلال هذا التعاون الإقليمي. احنا اشتركنا وساهمنا في تأسيس هذا المنتدى حتى نحافظ على حقوقنا المواردنا الطبيعية في فلسطين كأي دولة ثانية، ليست فقط من ناحية التعاون بين الدول ولكن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والسيطرة على هذه الموارد وحقنا في استخراجها والاستفادة منها. فهذا إذا لم يكن هذا هو أهم الأهداف التي شاركنا هذا المؤتمر من أجلها. شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب في وضع حجر الأساس لأول مصنع لإحدى الشركات العالمية في مجال الأجهزة المنزلية بمنطقة الشرق الأوسط، ويقام المصنع باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار بمدينة العاشر من رمضان. وعقب وضع حجر الأساس أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن تقديره لبدء الخطوات التنفيذية لإقامة المصنع الجديد واختيار الشركة لمصر كوجهة استثمارية لتنفيذ مشروعها في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 120 ألف متر مربع، وما يمثله ذلك من أهمية في توطين صناعة الأجهزة المنزلية ووضع مصر كمركز إقليمي للتصدير إلى الدول المجاورة. انطلقت فعاليات مؤتمر يورو ماني مصر 2022 بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد، حيث يناقش الفرص الاستثمارية التي تسعى أجهزة الدولة لاستكشافها فضلا عن الخطط التي تنفذها المؤسسات الحكومية لجذب المستثمرين. أحد أهم التجمعات الاقتصادية التي تعقد في الشرق الأوسط شهدتها القاهرة التي تحظى بزخم استثماري كبير، فعاليات يورو ماني مصر الذي يبحث هذا العام في الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمصرفيين ومسؤولي الشركات والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والدولية. مصر زي ما بنقول هي قوة عظمى في الاقتصاد الأخضر، تمتلك كل المقاومات اللازمة لأنها تنتج طاقة متجددة خضراء بتكلفة قليلة جدا، وده بيديها فرصة كويسة جدا انها تجتذب استثمارات خارجية سواء في التصنيع او انها تصدر الطاقة ديت الى الخارج. الكثير من المحاور كانت على اجندة فعاليات المؤتمر، كان على رأسها مناقشة ما تم انجازه في العام الماضي من استثمارات وما ينتظر مصر خلال السنوات المقبلة، وهو ما يسهم في رسم صورة واضحة لخارطة الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. المؤتمر ده بيركز على حاجة مهمة جدا وهي أهمية الاستدامة في النمو للقطاعات والشركات بشكل عام، وبشكل خاص لما نيجي نبص على مصر. طبعا ان احنا طلعنا من COP27 حاجة من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها هو ان احنا ازاي نقدر نكبر شركاتنا بشكل مستدام، ازاي نقدر نوسع مجالات مختلفة نقدر ان احنا نطلع بيها عملة صعبة لمصر، مش بس التركيز على قطاع السياحة، او ان احنا ازاي ان احنا نقدر نوسع قدراتنا على سبيل المثال ان احنا نقدر ننتج اكتر نصنع اكتر. الانتاج الزراعي من اكتر الحاجات اللي مصر متميزة فيها، يعني احنا عندنا حصلات زراعية كتير مشهورة بجودتها ومشهورة بامكانياتها في العالم كله. فاللي محتاجين ان احنا نعمله في مجال الاستثمار دوت ان احنا نهتم بتسويق المنتج ده في جميع انحاء العالم، وكمان خصوصا الفترة بتاعت كورونا اللي فاتت كان العالم ابتدى يتحول من شرق اسيا ويدور على بدائل، فاحنا طبعا كنا احسن بديل نقدر نصدر حصلات الزراعية بتاعتنا. العديد من الأزمات الاقتصادية يواجهها العالم سواء التعافي من جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على الاستثمار والاقتصاد العالمي، ووسط كل تلك التحديات تسعى مصر للخروج من هذه الأزمات العالمية المتلاحقة بأكبر مكاسب اقتصادية واستثمارية ممكنة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وفي أسواق المال ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات مدفوعة بعمليات شراء لدى المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة
وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.7 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 14787 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2704 نقاط. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و57 قرشا للشراء و24 جنيها و66 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 25 جنيها و78 قرشا للشراء و25 جنيها و88 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 29 جنيها و85 قرشا للشراء و29 جنيها و96 قرشا للبيع. أما على صعيد العملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و55 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و56 قرشا للبيع. قاد المؤشر السعودي انخفاضات في أغلب أسواق الخليج الكبرى، مسجلا أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي، مع تنامي المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وهبط المؤشر السعودي بنسبة 2.5% إلى أقل مستوى منذ أبريل من عام 2021. وهبط المؤشر الرئيسي في أبو ظبي 0.7% مع تراجع سهم أكبر بنوك البلاد. وفي دبي استقر المؤشر، وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.3%. وفي البحرين تراجع المؤشر بنسبة 0.1%. ختام أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى لأدا وأميرة، إليكما من جديد. شكرا لك ليلى. انتهت نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تحاول التخفيف من عبء زيادة ارتفاع الأسعار على المواطنين. مصر والأردن والعراق تتفق على استمرار التنسيق لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا العربية. نهاية نشرة السادسة، شكرا لكم، دمتم في أمان الله.